كمديرة مشفى كطبيبة أطفال أيضا. جيب شخص بتقول بصير إدارة منيحة بتقشب طيارة؟ طيارة طالعة بتقدم معلومات بتقدم مخبط ولا بسم الله الرحمن الرحيم بيه أمورا خير المرأة ما لازم تشتغل نهائيا، المرأة لازم تقعد في البيت. لقينا انه اذا انتخبنا الدكتورة اماني ادارة المشفى بتمشي منيح، انت خيارك خطا، انا ما بشوفه هذا الموقف. والله زعلنا ايمان اكثر، والله العظيم يعني مستسلم لك ولا شيء.